هلو ماي دير بيوبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحين نديره مع بعض ولا نحله مع بعض الفرض الأول للسنوات الأولى متوسط. على بالي بلي هذه اللغة جديدة عليكم، ولكن إن شاء الله رايحين تتمكنوا منها بالمراجعة بالمتابعة في القسم. راح تكون يعني حتكون لغة سهلة جدا باش تتعلموها. لو اليوم جينا نحلو مع بعض الفرض، بما انه اول فرض راح نديروه في اللغة الانجليزية. لو اول حاجة نبدلكم بها هي as a remark، معناتها كيما ملاحظة. اول حاجة تبدأ بها هي name، هو الاسم تاعكم. مثلا واحد اسمه محمد يكتب محمد. family name هو اللقب تاعكم. class first ms معناتها السنة الاولى، وتكتبوا السنة الأولى رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، زائد الجروب. كما دروكا رانا نقراو بلي جروب، نكتبو الفوج واش ما نفوج، الأول ولا ثاني أكثر. We go to our test، نروحو دوكا للفرض تاعنا. First term test number one، معنتها هذا الفرض الأول بالنسبة للفصل الأول. task 1، task اللي هو task ولا activity، تسيبوه مكتوب هنا task ولا activity. I complete the letters، I complete the letters معناتها احنا نكملوا، نزيدوا الحرف اللي كمل لنا الرقم. هذو ارقام 1 3، listen sunday green october summer. يعني احنا يا راحين هذو كلمات في الانجليزية تعرفتوا عليهم. هنا عنا ارقام رقمين، هنا عنا فعل من الافعال اللي تعرفتوا عليهم. هنا ساندي اللي هو الاحد هو يوم، جرين اللي هو لون، اكتوبر اللي هو شهر، والسما اللي هو سيزن ولا فصل. يعني راحين بعد ما تعرفتوا عليهم احنا راحين نزيدوا برك الحرف اللي يناسب كل واحدة. عندنا 1 راح نزيدو هنا ال N، عندنا 3 راح نزيدو هنا ال H، listen راح نزيدو هنا E or I، Sunday راح نزيدو ال N، green راح نزيدو ال R، October راح نزيدو O، و summer راح نزيدو M E R. هكذا 1 3، listen sunday هذه ان، green r، اكتوبر او، وسما زدنا ام وزدنا اي. task 2، I circle all the vowels، I circle the vowels معناتها نديرو دائره على vowels اللي هما الحرف السائد. يعني احنا عندنا 6 vowels in english، عندنا a، عندنا e، عندنا i، عندنا O، وعندنا U، وعندنا Y. 6 10 ها هو هنية vowel. 11 ها شوفوا شحال عندنا من vowel. 3 عندنا 2 vowels pupil، عندنا 2 vowels ها هم vowels. We line up ولا we circle، تقدروا ديروا circle كما تقدروا you line up، معنتها تسطروا هكا هكذا. 3 task number 3، I classify the words in the chart. هنايا عندنا chart ولا عندنا table، days اللي هما الايام، months اللي هما الاشهر، seasons اللي هما الفصل، ونمبرز اللي هما الارقام. هنا عندنا كلمات نبدوهم من ناقل ونصنفوهم. classify معناتها صنف كل واحدة في الخانة تاعها، in each right column. autumn هو فصل الخريف، الو هو فصل، autumn هو season، autumn وما ننطقوش الان لانه silent، نقولو autumn. Wednesday كيف ما نقولوش Wednesday، نقولو Wednesday، يعني هذيك دي ما تتنطقش. Wednesday هو يوم من الأيام، الو هو الأربعاء. Wednesday
8 هو number 8 number 8 عندها رقم 8. January هذا month January اللي هو janvier ولا janvier. Spring هو فصل الربيع. الو نكتبو في seasons spring. Saturday اللي كيما Wednesday هو يوم. Saturday اللي هو السبت يوم السبت. 12 هو عدد. الوغ احنا نكتبو هنا 12 رقم 12. نوفمبر هو شهر. الوغ نكتبو نوفمبر. هذه هي كيفاش يكون. We go to task number 4. Task number 4, I write in full numbers in letters. احنا عندنا هنا numbers. عندنا 1, 4, 12, عندنا 8 وعندنا 6. راحين نكتبوهم يعني بالحروف باش نشوفو اسكو نعرفو نكتبوهم ولا لا. هذه هي كيفاش نكتبو الارقام تاوعنا بالحروف. 1, 4, 12, 8 هنا جي 8 ما تتنطقش يعني نقولو ديريكتومون 8. 6 هما كيفاش نكتبوه. تاسك نمبر 5 اي ريوردر وات عمر سيز. معناتها هنا يعرف بروحو. بصح هنايا الكلمات راهم مخلطين. حنايا راح نرتبوهم. اي ريوردر معناتها اعيد ترتيب. وات عمر سيز واش قال عمر. عندنا هنايا هلو هي دائما اول حاجه نبداو بها. هلو ولا هاي اللي هي التحيه greeting. هلو معناتها مرحبا. هلو ماي نيم دائما كي نحبوا نعرفوا على انفسنا. اي greet someone معناتها نتحي هذاك الانسان. ومن بعد نعرف بنفسي. ماي نيم از عمر. هكا هلو My name is عمر. عمر with capital letter. علاش كتبنا عمر with capital letter معناتها الماجيسكول؟ لأنه اسم proper noun معناتها un nom propre. يكون un nom propre نكتبوه with capital letter. Now I match task number 6. I match هنايا I match هي نربط معناتها أربط my school things معناتها الأدوات المدرسية تاوعي مع الصور تاوعهم with their pictures. A copy book. وش معناتها copy book؟ copy book هو كراس. الو A copy book. A pencil هو قلم. هنديروه مع A pencil. A school bag. school bag هي محفظة. cartable. And a ruler. الرولة هي مسطرة. This is how we match it. يعني هكا كيفاش نربطو كل أداة بالاسم تاعها. Task number 7. I color the two gun. يعني هنايا راح الطائر هذا راح نلونه. كيفاش نلونه؟ هما عطاولنا كل جزء من الأجزاء تاعو عطاولنا فيها رقم وحنا راح نتبعو. كي يكون عندك حرف كيما هنايا واحد أورانج. أنا كنت لونته من قبل باش ما نديش الوقت. اورانج واحد وين نصب واحد نلون بالاورانج. الاورانج هو البرتقالي. وين نصب رقم 2 نلون باليلو. يلو هو الاصفر. هنايا كان عندنا يلو وهنا 2. نمبر 3 وايت. خلينا هكاك خليناها ابيض. وايت هو ابيض ما لونناش. نمبر 4 هنا الو بلاك اللي هو اسود. وبراون اللي هو هذا الغصن كان فيه نمبر 5 اللي هو الغصن. This is our test for today ان شاء الله. هذا هو كان الفرض تاعنا تاع سنه اولى متوسط. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. See you in the next video. اذا مازال ما اشتركتوش في القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش كل فيديو جديد نديرو يلحقكم وتستفادوا منه. See you in the next video. الى اللقاء.